أهلا بكم أينما كنتم. في هذا الدرس سوف نبدأ بشرح لكم كيفية استخدام Bootstrap لإنشاء مواقع باحترافية. إن كنت تابعت الكورس الـ HTML أو CSS سوف تفهم كل شيء من Bootstrap. Bootstrap يكون فقط قوالب جاهزة تم تصميمها عبر اللغة الـ CSS وتم كتابتها عبر لغة الـ HTML. سوف أشرح لكم كيف تقوم بإنشاء مواقع عبر Bootstrap حتى وإن كان ليس لديك خبرة في اللغة الـ HTML والـ CSS. إن كان لديك خبرة سوف تكون محترف عندما تستخدم Bootstrap. لندخل إلى الشرح مباشرة. طبعا حتى وإن كان ليس لديك خبرة يمكنك تعلم الـ HTML والـ CSS في أقل من يوم. حتى وإن لم تتعلم أثناء إنهائك هذا المشروع أيضا سوف تتعلم كيفية إنشاء مواقع باحترافية عبر Bootstrap. قبل كل شيء سوف أقوم بإنشاء مجلة جديدة لكي أقوم بإضافة ملفات الـ HTML والـ CSS ضمنها. سوف أسميها على سبيل المثال كودر شير. قم باختيار اسم مجلة بنفسك. ضمنها سوف نقوم بوضع ملفات موقعنا. إن تابعت الدرس السابق قمنا بتحميل Bootstrap Offline. نقوم بنسخ هذه الثلاث الملفات. حتى وإن كان لديك إنترنت يمكنك استخدام Bootstrap الذي يكون مع إنترنت. أنت حر في الاختيار. أنا سوف أقوم بتحديد Bootstrap Offline. قمنا بتحميل هذه الملفات في الدرس السابق. إن لم تشاهد الدرس السابق قم بفتح الوصف الفيديو، سوف تشاهد رابط للكورس من البداية لكي تفهم كل شيء بالطريقة الصحيحة وبالترتيب. سوف أقوم الآن بفتح أي محرر الأكواد. أنا أستخدم Visual Studio Code. سوف أقوم بوضع لكم في وصف الفيديو أيضا كيفية تحميل برنامج Visual Studio Code وتنصيبه على الكمبيوتر الخاص بك. عندما تقوم بفتح المحرر الأكواد قم بإنشاء ملف جديد. سوف أقوم بحفظ الملف. نقوم باختيار مكان حفظ ملف. سوف أقوم بحفظه في المجلة التي قمت الآن بإنشائها. سوف أسمي الاسم الملف على سبيل المثال index ثم نقطة ثم html لكي يصبح ملف بصيغة html. سوف أقوم الآن بكتابة العناصر الأساسية التي يجب أن يحتوي أي ملف html. طبعا هذا القسم يقول أننا نستخدم الآن أحدث إصدار من لغة html. ثم نقوم بإنشاء العنصر HTML ونقوم بإغلاقه بهذا الشكل. ضمن العنصر HTML هناك العنصر Head وأيضا يوجد العنصر Body. طبعا إن كنت تابعت الكورس الـ HTML سوف يكون كل هذه الأشياء بسيطة جدا جدا بالنسبة لكم. أيضا يجب علينا أن نقوم بإضافة ضمن العنصر Head العنصر الذي يسمى Meat بالأحرف الصغيرة مع الميزة اللي تسمى char set. وضمنها نقوم بكتابة u t f ناقص الرقم 8 بهذا الشكل ونقوم بإغلاق العنصر بهذا الشكل. هذا العنصر وظيفتها أن يدعم الموقع اللي سوف نقوم بإنشاء اللغة العربية بشكل صحيح بدون مشاكل. وأيضا يجب علينا أن نقوم بإضافة العنصر التالي mate viewport مع الميزة name وضمنها هذا النص viewport. هنا content يجب عليك أن تقوم بكتابة بهذا الشكل مثل ما هي. إن كنت تستخدم feature set code فقط تقوم بكتابة mate. سوف يتم عرض لك اقتراح، قم باختيار آخر خيار. إذا كنت لا تستخدم feature set code قم بكتابتها بنفسك. هذا العنصر عندما نقوم بإنشاء الموقع عبر Bootstrap الأكواد Bootstrap متجاوبة مع جميع الأجهزة، وبالتالي عندما لا نقوم بوضع هذا الجزء لن يكون متجاوب مع جميع الأجهزة، لأن هذا العنصر يقوم بجعل موقعك متجاوب مع جميع الأجهزة في حال قمت بإنشاء موقع متجاوب مع جميع الأجهزة. من دونها سوف يكون موقع غير متجاوب على الرغم أنك قمت بكتابة أكواد على أنها موقع متجاوب. أيضا لدينا العنصر تيتل العناصر الأساسية. هنا نقوم بكتابة النص الذي نريد أن يظهر هنا.
قم بتحديد بنفسك. سوف أقوم بكتابة على سبيل المثال كودر شير، أنت حر في الاختيار. أيضا لدينا عنصر آخر الذي يسمى لينك، أو إذا قمت بكتابة لينك سوف يقوم باقتراح لك البرنامج فيتشر سيت كود، ولكن سوف أقوم بكتابته يدويا لينك، ثم مع ريل وضمنها نقوم بكتابة ايكون، ثم نقوم بإضافة ميزة هيرف ونقوم بإغلاق العنصر بهذا الشكل. هنا نقوم بوضع المصدر الصورة الذي نريد أن يتم عرضها بدل هذه الأيقونة. على سبيل المثال سوف أقوم بتحديد أي صورة عشوائيا من الإنترنت فقط لكي أقوم بعرض لكم. سوف أقوم بنسخ رابط الصورة وأقوم بوضعها هنا. أنت غالبا سوف تقوم بإضافة الصورة في نفس المجلد الذي يحتوي على الملف الـ HTML. أنا سوف أقوم بتحديد المصدر من الإنترنت. الآن سوف أقوم بالحبس ونقوم بالتجربة. طبعا حتى الآن لم نستخدم Bootstrap. هذه الأشياء مهمة جدا، كما تشاهد تم إضافة الصورة التي قمت بتحديدها هنا، هنا مصدر الصورة وهنا التيتر قام بعرضها هنا. يمكنك تحديد بنفسك أي تيتر ترغب بظهورها. الآن لنقوم بربط ملف الـ CSS تبع Bootstrap Offline بموقعنا. طبعا يمكنك أيضا إن كنت تملك إنترنت أن تقوم بالربط البوتستراب الذي يعمل مع الإنترنت، تقوم بنسخ الرابط وتقوم بوضعه هنا مثل ما قمنا بشرح لكم في الدروس السابقة، ولكن أنا سوف أقوم باستخدامه النسخة أوفلاين لأنني قمت بوضع الملف الـ CSS و jQuery و JavaScript تبع Bootstrap في نفس المجلد الذي يحتوي على ملف الـ HTML. إذا كل ما علينا إذا كنا نرغب بربط ملف CSS نقوم بكتابة الأمر أو إنشاء العنصر لينك، ثم من ضمنها نقوم بإضافة الميزة ريل، وضمنها نقوم بكتابة ستايل شيت، ثم نقوم بإضافة الميزة هيرف، وهنا نقوم بتحديد المصدر الملف CSS. بما أن الملف موجود مباشرة في نفس المجلد الذي يحتوي على ملف الـ HTML، كل ما علينا أن نقوم بتحديد الاسم الملف والصيغة. اسم قمت بتحديد الستايل والصيغة يكون CSS. الآن قمنا بربط ملف CSS ضمن العنصر body. أيضا يجب علينا أن نقوم بربط الملف jQuery وملف JavaScript بملف الـ HTML الخاص بنا الذي سوف نستخدمها لإنشاء موقع عبر Bootstrap. في البداية نقوم بإنشاء العنصر script ونقوم بإغلاقه بهذا الشكل. ضمن العنصر script نقوم بإضافة الميزة source، ثم نقوم بتحديد الآن المصدر الملف jQuery في البداية. طبعا ملف jQuery طبعا Bootstrap قمنا بإضافته في نفس المجلد الذي يحتوي على ملف الـ HTML. نقوم بتحديد الاسم الملف ثم النقطة ثم JS. أيضا نقوم بإنشاء عنصر script آخر، ضمنها نقوم بإضافة ميزة source. هذه المرة نقوم بربط الملف الجافا سكريبت بها بهذا الشكل. ولكي تتأكد أنك قمت بربط ملف CSS وملف jQuery وجافا سكريبت بشكل صحيح بملف الـ HTML الخاص بك الذي سوف تستخدمه لإنشاء موقع احترافي عبر Bootstrap، قم بفتح ملف الـ HTML الخاص بك عبر المتصفح جوجل كروم إذا كنت تملكها. إذا لا تملك جوجل كروم قم بتنصيبها على الكمبيوتر الخاص بك، أنصحكم بها. ثم اضغط على الزر اليمين من الماوس ثم اختار آخر خيار. إن كان يظهر هنا أخطاء فهذا يعني أنك قمت بارتكاب خطأ عندما قمت بإنشاء العنصر script أو عندما قمت بتحديد المصدر الملف، يكون اسم ملف خطأ أو قمت بالنسيان أن تقوم بكتابة نقطة جيس إلى آخره. على سبيل المثال إذا قمت بإضافة هنا فراغ إذا قمت بالتحديث سوف يظهر لدي خطأ، كما تشاهد يظهر لدينا خطأ يقول
لم يتمكن من إيجاد الملف الذي يسمى jQuery، ثم هذا الرمز 20 يعني فراغ نقطة js. هذا يعني أننا لم نقوم بتحديد المسار الملف jQuery بشكل صحيح. إذا قمنا بحذف الفراغ سوف يختفي الخطأ لأننا قمنا بالتحديد بشكل صحيح. هذه النقطة أيضا مهمة. أتمنى أن يكون هذا الدرس واضح بالنسبة لكم. إن كان لديك أي سؤال بخصوص الدرس اليوم قم بوضعها في التعليقات، وسوف أحاول جاهدا في الدروس القادمة أن أوضح لكم كيفية استخدام Bootstrap. وأيضا في نهاية الكورس سوف نقوم بإنشاء مشروع إنشاء موقع احترافي عبر Bootstrap. أراكم في الدرس القادم.